قبل حوالي أسبوع من نهائي كأس السوبر الذي سيجمعها مع الغريم التقليدي اتحاد العاصمة، حققت مولودية الجزائر الفوز في اللقاء الذي جمعها باتحاد البليدة سهرة يوم السبت بهدفين مقابل هدف واحد بملعب 5 جويلية. البليديون كانوا السباقين لافتتاح باب التسجيل عن طريق مليكة قبل أن يعدل حشود الكفة في الشوط الأول ليضيع بعدها زميله جليط ركلة جزاء. الشوط الثاني كان مثل سابقه، إذ واصلت تشكيلة المدرب وعلام شارف سيطرتها فيه كاملة وأضافت هدفها الثاني عن طريق جليط بركلة جزاء لتحقق بذلك الفوز 10 على التوالي في المباريات الودية التحضيرية. من جانبهم سجل أنصار المولودية تواجدهم بكثرة في المدرجات رغم قرار المدرب شارف بلعب المباراة دون جمهور، وصنعوا أجواء بهيجة في مدرجات ملعب 5 جويلية.